شوف تقرير عن انجازات رابطه الانديه في الموسم اللي فات لحد دلوقتي، ونرجع لحضراتكم تاني. جاء ظهور رابطة الأندية المحترفة على مدار موسمين في إدارة وتنظيم مسابقة الدوري الممتاز ليضفي على المسابقة الأهم في الكرة المصرية شكلا جديدا ويمنحها رونقا مختلفا من خلال عودة الحياة إلى مدرجات كرة القدم من جديد. وكان التحدي الأبرز لرابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب بعد تسلمها ملف إدارة الدوري غياب الجماهير عن التواجد في المدرجات على مدار 9 سنوات، إلا أن الرابطة قبلت التحدي ووضعت على عاتقها مسؤولية عودة الروح للملاعب من جديد. وبالفعل تم التوصل لاتفاق بشأن حضور 3000 مشجع لكل فريق، وكان ذلك الأمر نواة لتواجد جماهير كبير في مباريات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الأفريقية، إلى أن جاء مشهد تواجد جماهير الأهلي كامل العدد بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي. ومن ضمن النجاحات إنهاء مسلسل تأجيل المباريات بعد وضع لائحة واضحة يتم تطبيقها على كل الفرق المشاركة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية دون النظر لألوان، ما جعل رابطة صاحبة الكلمة العليا. ونظرا للوائح رابطة الصارمة استمرت مباريات الدوري خلال فترة كأس العالم الأخير بقطر، بعد أن وضعت الرابطة بندا واضحا بعدم النظر في طلب أي ناد لتأجيل مبارياته إلا في حال زاد عدد لاعبيه المحترفين المتواجدين مع منتخبات بلادهم عن لاعبين اثنين. ومن ضمن الظواهر الجديدة التي استحدثتها رابطة الأندية تخصيص كرة موحدة لمسابقة الدوري وتخصيص جائزة لرجل المباراة بعد كل لقاء، ويتسلم اللاعب الجائزة داخل أرض الملعب مع اختيار أفضل لاعب بالجولة وفقا لتصويت الجماهير، وهي الجوائز التي تشعل حماس اللاعبين. رابطة الأندية استحدثت أيضا بطولة جديدة تحت مسماها كتبت شهادة نجاح لها من نسختها الأولى التي فاز بها فريق فيوتشر، أو نسختها الحالية التي تنتظر بطلا جديدا ما بين المصري والسيراميكا. فجميع الأندية استفادت من تلك البطولة بتحد جديد وظهور لعناصر ولاعبين مميزين من الصف الثاني والناشئين. نجاحات مستمرة لرابطة الأندية تسعى لمواصلتها في الموسم الجديد، فترى ماذا تجهزه الرابطة لما هو قادم.